اتجوزت صغير قوي 24 سنة، مراتي ربنا يخليها لي سند ليا، ويعني مهما اتكلم عليها مش هقدر اديها حقها، وقفت جنبي في حاجات كتير ودايما سبورت ليا في حياتي، سواء في النادي او في الملعب عموما او بره الملعب، دايما معايا وربنا يخليها. داعم وظهر وسند؟ طبعا طبعا. والدتك انت بوست؟ اه طبعا. نزلت لا بوست دي رجل والدتك يوم فرحها؟ اه في حته تانية دي طبعا، ربنا يخليها لي. دي من يعني شابت معايا حاجات كتير. ما كنت في المحله كانت معايا، ما كانتش بتسيبني في اي وقت، كان تمرين صبح بالليل، كانت معايا في كل الاوقات، ودايما يعني انا مهما اتكلم عليها مش هقدر ادي لها حقها برضو. والدتك ما بتتفرجش على ماتشاتك عشان بتبقى خايفه عليك؟ لا ما بتتفرجش على الماتشات خالص. بتبقى خايفه عليك جدا لدرجه انها ما بتتفرجش خالص على اي ماتش ليا.